على العاده كل سنه ما شاء الله احنا من ايام السبعينات انا جي ومعروف الشعب العراقي شلون استقبل بحارنا من ذاك الوقت من اول سنه ما جيت سنه 74 وهالسنه والعام او العام قرينا قصيده لهم وشكرناهم نشكر الشعب العراقي بوقفته ويانا باسم ابو اليمه وعضيده خليه يرف الوانه لا لا بعد شعب العراق شعب البحرين شعب واحد لان تربطنا اول شيء اولاد عم احنا بعضنا ثانيا ولايه امير المؤمنين كنا تحت رايه ولايه امير المؤمنين تحت رايه الحسين سنه بعد سنه تزيد لان ما شاء الله احنا من اول سنه ما جينا بعد السقوط كان الزوار مو بهالملايين هالسنه بس الحين تو اليوم حصل معلومه بس الايرانيين 6,100,000 بس الايرانيين 6,100,000 الايرانيين والبحارنه نسبه لشعب ما يتجاوز 1,110,000 هذه اقل روايه هالسنة وأول ما جينا أول سنة إحنا غير 35 نفر وين 35 إلى 110 وإن شاء الله جاي في زيادة وكل سنة ما شاء الله يعني التنظيم من قسم المواكب ومن العتبتين المقدسة ومن أهالي كربلاء نفسها ومن الشرطة والجيش ما شاء الله الكل متعاون هالسنة أحسن من كل سنة وإن شاء الله إذا الله إحنا أحيانا وأبقانا السنة الجاية يصير أفضل سنة ورا سنة قاعد يتنظم لنا الشباب يجون كل سنة والروادي يتفهمون وش المطلوب في كربلاء. كم رادود عندكم؟ هي 30 من 28 إلى 30 رادود. عشان توزعهم كل في موقف واحد؟ لا ما يصير ليلة نوزعهم في المخيم عندنا 3 ليالي هالسنة صارت 4 هناك الرادود الحسيني مرتضى الحلوات شو يرتب لهم وفي الزنجيل ليلتين نطلع كل ليلة 4-5 نشوف على الطريق يعني ورجعت الزنجيل ليلتين في صحن العباس سلام الله عليه هم 2-3 ونطلع ليلتين هالسنة عطونا 3 ليالي عزاء وصير تنسيق وليلتين في الحسين ليلة 17 صفر وليلة 22 هذا ولا ما يصير 30 رادود في ليلة واحدة ما يصير جزاهم الله ألف خير وخلهم يسامحوننا إذا احنا قصرنا وياهم ولا أخطأنا عليهم ما شفنا منهم لك إلا الخير جزاهم الله ألف خير إن شاء الله مو العذر عندهم لا العذر عندهم احنا قلنا لهم بس هم معذورين لان سنه ورا سنه تشوفون المواكب لا انا ما في ايدنا شيء احنا كل ما هناك نجي ننسق ويا قسم المواكب يقول لنا اطلع هذا الوقت صاحب الدار ادرى بالذي فيهم يعرفون شلون اوقاتنا لان احنا مشكلتنا موكبنا كبير من اكبر مواكب ينزل كربلاء اذا طلعنا من وقت اخذنا المواكب كلها ولكن ان شاء الله وعدونا سجاي يسوي لنا ترتيب بس بالنسبه لليله الأربعين يعني والا كل ليله وقتنا زين ولا ما نقبل بعد احنا نطلع بوحدنا والباقي مو مواكب نروح نحصل مواكب كلها ما يصير احبب لاخاك المؤمن كما تحب لنفسك ان شاء الله النجف الاشرف على العاده ليله 26 و27 صفر نطلع زنجيل وليله 28 وفاه النبي نطلع الساعه 11 تقريبا لان عندنا اول شيء ينزلون الى حضره امير المؤمنين الموكب اهالي كربلاء وبعد اهالي الكاظميه وبعد الحله وبعدهم احنا بس هالسنة بعد ما رحنا شفنا شنو البرنامج هذا العادة كم سنة نجي والعصر نطلع الساعة 3 ونختم بالداخل الحضرة إن شاء الله على ما سمعت أنا من قبل داخل 5 سنوات هذا كل هالبيوت باصطلاحهم بالأهل العراق احنا في البحرين نسميه فريق يعني يسمونه طرف هاي إن شاء الله الأطراف كلها القديمة نص الولاية كلها بتدخل من ضمن المخطط الجديد للحضرتين يعني بصير مثل إيران وأكبر مثل مشهد ان شاء الله في خلال 20 سنه تدري هذا يبقى لها وقت ومو بس ملايين دولارات مليارات دولارات الى مقام الامام الحجه هذه كلها والحين الحمد لله بس هاي في خلال 4 سنوات شفنا كثير دائره مدارس العتبتين من خدمات من المضيف شلون شوف كبر في العباس والحسين قريب يعني قاعدين استثمارات عندهم وجزاهم الله الف خير نسال من الله لهم التوفيق ان شاء الله ولنا ولا جميع المؤمنين والمؤمنات اخر كلمه ان شاء الله مو اخر كلام أنا أقول لهم هذه فرصة أنتم جايين إلى كربلاء الله وفقكم وهذا اختبار لكم لازم الكل يجي أنتم جايين للزيارة والعزاء لا تقعد لي في فندق أو تقعد لي برا طالع ولا تقول لي تأخر وش عندك أنت لو طلع موكبنا الساعة 3 إحنا في البحرين إحنا حسين القصاب كل سنة نخلص ليت عاشرية الأذان الصبح ونصلي ونروح لو تأخرت أنت وش يصير ما عندك شيء هذا أهل العراق كم يجوا من البصرة 2-3 أسابيع مشي في البرد في المطر وده ايام المناسبات الغير حر موت يجون اللي بشي يترك اشياء انت لو تاخر ساعه احسب نفسك صايد انك ظرف طارئ تقعد لو ما تقعد شلون للحسين تقول جاي تبايع الحسين وتجدد البيعه وياه علشان ساعتين تاخر موكب مالك ولا 3 تروح لي الفندق تقعد لا هذه فرصه وهذا اختباري لك تعال واس زينب سلام الله عليها 40 يوم من بلد لا بلد تعال واس الزهراء
واس رسول الله، واس امير المؤمنين، واس الحسين العباس، وان شاء الله في المناسبات الجايه مو بس في الأربعين، حتى وفاه النبي، حتى في وفاه الامام الكاظم، استشهاد الامام الكاظم، نبي يجون حضور، الكل لازم يجي. عموما نشكر السيد على الغايب، نشكر حسين على استضافته وعلى الله يطول في الله يطول عمرك، ونشكر الاستاذ شاعرنا الكبير الحاج علي الصفار، اليوم شوي زاحمنا راسا، كتب لنا قصيده وهو قاعد. اللهم انت ولي رحمتي.